على فكرة اللي بعمله معاكي ده عمري ما عملته مع حد. نجيله بعد ما هزقه. إلا مع أبو السيد. الأخ. أنا قلت لك قبل كده إننا شبه بعض. مش عشان شعرنا قصير، لأ. أنا بتكلم عن اللي جوانا. دمنا. قلوبنا. كبدنا. إيه كبدنا دي؟ المهم اللي أنا عملته معاكي في الفرح ده كان علشانك مش عشان حد تاني. بتشكرك كتير. أنا مش بقولك كده عشان تشكريني، أنا بقولك كده عشان تفهمي. وإذا قلتلك إنه ما بدي أفهم؟ هو أنا ليه كل ما تشوفي وشي تعامليني بالوش ده؟ لأنه نحن مش شبه بعض فرج. أنت شبههم هني، مثلهم هني تمام وسخ، بس الفرق الوحيد بعتقد هو شكل الوجه. عارفة من كبرى مشاكلك يا كريم ان انت عايشة بدور الفهومة، العقيلة، التقيلة، ونسبتك بقى ان انت مش عايزة تشوفيني غير كده او هيك زي ما بتقولوا هنا. كيف بدك يعني نشوفك لكن؟ ملك؟ ملك؟ لا أنا مش ملاك يا كريم، أنا شيطان، بس شيطان طيب. فهمين غلط فرج، الشيطان ما في يكون طيب، الشيطان خلقه الله ليكون شرير. لا، في شيطان طيب ورومانسي وحبيب بيحس، وما بيشوف قرعة أمك بيزغرط. لعدمة الإحساس يا جبلة. وبعدين؟ ولا قبلين. أنا عايزك معايا يا كريم. كيف يعني معك فرج؟ بأي شكل تشوفيه، إيجار جديد ماشي، تمليك ماشي، زيارات متعددة ماشي. مش رح ينفع. لا ينفع، ينفع يا كريم، بس انت حطي في قلبك الشوقة وفردي سحنتك كده واغسلي نفسية أمك بكلور. ألو، اديني 10 دقايق واكون عندك او ساعة ونص. سلام. حظ امك ان اللي رايل عليكي كيف، ما بيسيبش حاجة في كيفه، لا وبيحترم ان ده كيف، ما بيجيش بالغصب. انا شربت سجاير وانا عندي 5 سنين، حششت وانا 12، برشمت وانا 16، وكمان سنتين هشم، بس ما تقطعيش. سلام. شكلك زي الزفت، شارب ومرجع، حاجة تقرف. خلاص بقى ارضى، ولا الترجيع بقى هو اللي هيحل المشكلة؟ عارف يا فرج، تحس ان انت اتخذت على قفاك غدر. ايوه غدر. عارف لما تلاقي حاجة مهمة قوي اتاخدت منك تحس بقيمتها فتتوجع؟ هو أنا غاب يا فرج؟
لا انت مش غبي يا نصر. لا مش غبي، لا، بس انت بتطلب من كل الناس ان هم يفصلوا.